صحتك بين يديك. مجلة أسبوعية تعنى بالصحة على شاشة دي دبليو. في مقابلة الحلقة تحصلون على المزيد من المعلومات عن الصحة واللياقة البدنية والتغذية والاستجمام. مقابلة جديدة كل أسبوع مع أطباء متخصصين ضمن مجلة صحتك بين يديك. ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور هشام الحزمي اخصائي جراحه القلب والاوعيه الدمويه في مستشفى زانك يوسف في برلين. دكتور يقال من اخطر ما يصيب الاوعيه الدمويه هو تصلب الشرايين، ما هو بالضبط هذا التصلب هذا المرض؟ تصلب الشرايين هو فقدان الشرايين لمرونتها وذلك لعده اسباب وهو عباره عن ترسبات للكالسيوم والمواد الدهنيه على جدرانها وهذه الترسبات قد تستبر حتى في تجوف الشريان حتى تسده تماما يعني قد تؤدي إلى جلطة تؤدي إلى جلطة وتؤدي إلى عدم تروية العضو الذي يؤدي إلى هذا الشريان طيب ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذه الترسبات؟ الأسباب التي تؤدي إليها هناك نقسمها إلى قسمين القسم الأول الذي نقدر أن نتحكم به والقسم الآخر الذي لا نقدر أن نتحكم به نعم. القسم الذي لا نقدر أن نتحكم به هو بسبب الكبر في السن نعم. وطبعا نوع المريض ذكر أنثى والعامل الوراثي نعم. بالنسبة لنوع المريض ذكر أنثى طب تصلب الشرايين تصيب الرجال أبكر من النساء بعمر بحوالي عمر 45 سنة نعم. والنساء بعد 55 سنة طب ما هي العوامل التي يمكن أن نتحكم بها أو نتجنبها؟ العوامل التي يقدر ان نستطيع ان نتحكم بها هي مهمه جدا لان في ايدينا. نعم. منها اولا زياده الكوليسترول والدهون في الدم. ارتفاع ضغط الدم. نعم. السكري وزياده الوزن وقله الحركه. يعني هناك أشخاص معرضون أكثر من غيرهم لهذا المرض نعم مثلا من, هم مصاب من هو مصاب بالسمنة بالسمنة وزيادة الكوليسترول والسكري هؤلاء طبعا التدخين هل يلعب دور في هذا الموضوع؟ والتدخين يلعب دور أساسي أيضا في هذا الدور حيث أن التدخين يقوم بعملية أساسية في جرح شرياء في جرح الـ 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 الخلايا المبطنه للجدران الشرايين ويقوم وتقوم الدهنية بالترسب عليها حتى تسد هذا الشريان. طيب انت قلت بان تصلب الشرايين قد يؤدي الى جلطه والى امور اخرى، يعني هل هو بحد ذاته ليس مرض وانما يؤدي الى امراض اخرى؟ نعم، تصلب الشرايين بحد ذاته ليس المرض الذي يؤدي الى الذي، وانما هو السبب لمرض اساسي، فلناخذ مثلا الشريان التاجي وهو الذي يغذي عضله القلب نعم. عندما يحدث عليه ترسبات من الدهنيات والكوليسترول وبحيث يصل الى آآ الى آآ تضيق اكثر من 90% تؤدي الى سوء ترويه عضله القلب بسبب هذه التضيق وما يؤدي الى الذبحه الصدريه وهو الذي يشعر به المريض في صدره ويذهب و الى الكتف الايسر نعم بسبب هذا بهذا هذا التصلب الذي حدث في الشريان التاجي ادى الى هذه الذبحه الصدريه. نعم، دكتور ما مدى تاثير الحركه على تصلب الشرايين؟ نحن تكلمنا عن العوامل التي تؤدي الى تصلب الشرايين فالحركه تقوم بعمل ايجابي بحيث انها تقوم بخفض نسبه الكوليسترول والدهنيات في الدم التي بذاتها هذه الكوليسترول تؤدي الى تصلب الشرايين. تؤدي الى ضبط السكري والى ضبط ضغط الدم عند المريض اذا ينصح بها ينصح بها وينصح ايضا نصف ساعه ثلاث مرات في الاسبوع نصف ساعه من الرياضه ثلاث, ساعة من الرياضة. ثلاث مرات في الاسبوع <applause> طيب ما هي الامور التي يمكن بشكل عام ان يقوم بها الانسان لتجنب الاصابه بهذه الظاهره آه طبعا كما تحدثنا آه مرض تصلب الشرايين مرض يصيب آه ناس معينين بسبب قله الحركه <applause> بسبب التدخين بسبب امراض السكري فعندما الانسان يقف عن التدخين ويقوم بعمليه الرياضه وتنظيم الاكل والغذاء بشكل عام فهو يستطيع بهذا الاسلوب ان يحافظ على شرايينه من التصلب. نعم. طيب يعني الامتناع عن التدخين مفهوم مطاط جدا، يعني ما ما هو ما هي الدرجه التي يبدا ما هي الكميه من التبغ التي يبدا عندها الخطر؟ بالاصابه بالتصلب آه، نحن كاطباء في جراحه القلب والعياده الدمويه ننصح المريض بترك التدخين تماما وجميع انواع التدخين نعم بما الارجيله المنشوره عندنا في الوطن العربي، تدخين السيجار او السيجاره، جميع انواع التدخين الذين يعرفه الناس يجب ان يمتنعون عنه جميعها تؤدي الى جميعها تؤدي الى حتى شرائين. بكميه قليله جدا قد يؤدي الى تصلب شرايين طيب الأمراض أكثر طيب هل هناك مجال للعلاج الدوائي تصلب الشرايين ليس له علاج دوائي ولكن الإنسان عندما يستطيع أن يؤخر هذه العملية نعم. بالرياضة وتنظيم الأكل وعدم التدخين كل هذه أوامر تقوم بتأخير هذه العملية وليس هناك أي دواء يمكن أن يأخذه المريض دو... أو... لا يوجد دواء معين ولكن يوجد مثلا آآ آآ وقاية ولكن وقاية تسمى سيكونديا يعني الوقاء الثنائي نعم. وهو بعد أن بعد إذا تكونت تصلبات في الشرايين يستطيع الإنسان أن يأخذ الأسبرين نعم أسبرين. الأسبرين, الأسبرين. هذا يقوم أيضا بوقاية ثنائية نعم طيب هل هناك مجال للتدخل الجراحي مثلا اذا كان جزء من الشرايين متصلب بشكل كامل هل يلجا الطبيب الى استئصاله؟ نعم. آه، نحن تكلمنا ان التصلب الشرايين ليس له ادويه و... وتكلمنا ان له وقايه ثنائيه ولكن هل اذا ان التص... الترسبات هذه اذا حدثت في شريان معين تكلمنا عن الشريان التاجي نعم. مثلا او الشريان السباتي مم. الذي يغذي الدماغ إذا وصلت إلى 90% بحيث أن تجوع الشريان ليس لديه إلا 10% فقط لصفائح الدم أن تعبر منها فهناك يمكن التدخل بالبالون بالبالون أو الدعامة نعم. وإذا كانت هذا التضيق بمدى أكبر فيجب أن نقوم بعملية جراحية شكرا جزيلا لك